يوصل للجنة. محمد عمر مجلة الشمندور هو الصداع بس احنا ما عندناش قضية هنقول مشكلة بس هي هتبقى قضية فيما بعد فهنقول احنا الجيل بتاعنا جيل ناضج وبيفهم العصبية هتطلع من الأجيال اللي طالعة الحقوق دي حقوق زي ما قال الأستاذ محمد وزي ما قال عم أحمد وزي ما قال الأستاذ جعفر دي حقوق بتوع بورسعيد وبورسعيد مش راجع فيهم لما اتحجر رجعوا ولا ما رجعوش لما كانوا قاعدين في نادي الجزيرة في التهجير سنة من 67 من أيام الناس مش اتحجروا رجعوا بعد كده اما رجع مصريك اوراق ومدينة كاملة ليهم مبنية مبنية جديدة وسعيد جديدة واسماعيلية جديدة طب ليه ما تحملش كده على المدينة؟ دي حاجة، الحاجة التانية انا بتكلم على الشباب الجيل اللي طالع، احنا دلوقتي بنتكلم بنقول يا اخوانا احنا بنطالب بحقوق ومشينا بكل الطرق الشرعية ووقفنا وقفات انا ما اظنش ان في حد في مصر عمل وقفات حضارية بشهادة محمد شعبان وقفنا وقفات حضارية من أول 27 أو 24 مارس 2011 2011 وقفنا تاني 7 أبريل كنا واقفين وقفتين حضاريتين وقابلنا ساعة رئيس الوزراء كان شرف ساعتها وكله بيديلك خالص التسليمات أنا هتكلم عن الماضي خالص مش هتكلم على دلوقتي أنا آسف بس أنا طولت بس مش هطول يعني بس إحنا بنيجي نتكلم عن الماضي خالص الأستاذ بيكلمنا على القومية بتاعت القومية المصرية طبعا احنا كلنا مصريين أنا أتحدى أي واحد في الأعلى إن هو حافظ اسمه لغاية 15 احنا اللوبيين حافظين اسمنا ممكن لغاية 22 احنا عارفين حدودنا إيه وعارفين بس خلاص الكلام ما توصلوش المشكلة لقضية هي لغاية دلوقتي هنقول عليها مشكلة بس لو وصلت لقضية هنفضل الممكن شكرا شكرا شكرا